عايزه منك رساله دعم للزمالك طبعا عشان يقدر يفوز بالدوري. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله طبعا المكسب والثلاثة بونت. رساله الدعم للعيبه، يا جماعه شدوا حيلكم شويه، يعني ننسى اللي فات، ننسى بقى الكلام بقى اللي هو بتاع ايه يعني فرق المنافسه، بقى نفكر في فرق المنافسه ونفكر في غيرنا. نركز في اللي جاي، احنا فاضل لنا 6 ماتشات او 7 ماتشات، نركز فيهم، اهم حاجه بس اللي جاي، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا. رساله الدعم للاعيبه نادي الزمالك، كونوا انتوا خلاص عديتوا اكتر من نص الطريق، يعني شدوا حيلكم وان شاء الله اللي جاي افضل، وهتقدروا ان شاء الله تكملوا ماتش الجونه الجاي، وان شاء الله نكسب الدوري وخلاص، يعني انتوا عديتوا نص الطريق، ان شاء الله ربنا يسهل يعني، وهنقدر ان شاء الله نكسب الدوري. الحمد لله، الف مبروك على الاول الثلاثه بونت، وان شاء الله نستمر في كده. بقول لهم انتوا عديتوا اصعب مرحله تقريبا، وان شاء الله اللي جاي مش عايزين نتعثر فيه، ونشد شويه حنا، وباذن الله دوري في الزمالك. طبعا اشكر اللعيبه، طبعا اللعيبه اداوا ردود، طبعا لسه الدوري في الملعب، ولسه ما تركزوش مين اللي وراكم ومين اللي قدامكم، ركزوا طبعا على المركز الاول وكسبوا كل الماتش عشان تعرفوا تاخدوا الدوري، والدوري يا زمالك ان شاء الله. اولا الحمد لله على الثلاثه بونت، ثانيا انا بشكر اللعيبه كلها جدا، بقول لهم انتوا عديتوا باصعب مرحله والجايه اسهل واسهل. طبعا مبروك لجمهور نادي الزمالك، مبروك للاعيبه، مبروك للاداره الفنيه واداره النادي. حابب ان انا اوجه رساله لمستر فيريرا، انا عارف ان هو بيتكلم انجلش مش برتغيز، فحابب اقول له مستر فيريرا، from the first moment you had taken the leadership of our management as a coach for our team, you truly changed their minds, you changed their personality. It's easy for you to make a team, but the most hard part is to make a personality for this team. You made it very, very right and good.